ورجعنا مرة تانية مشاهدين هرج سعيد مستمرين مع بعض فقراتنا، ووصلنا لفقرة هامة جدا في معلوماتها الحقيقة. احنا يعني هنتكلم النهاردة عن انه اكيد اي بيت في الدنيا بيحصل فيه خلافات، يعني حاجة عادية جدا، يعني حتى بيقولوا عليها الملح والفلفل والشطة، البهارات يعني بتاعت الايه الحياة الزوجية. ولكن هل فعلا في حاجة اسمها الشجار العادل او الخناقات العادلة؟ انا مش عارفه، يعني النهارده هنتكلم في الموضوع ده، هستفيد زيكم بالظبط من المعلومات اللي هعرفها النهارده في الفقره دي، وهنتكلم عن الشجار والنكد في الحياه الزوجيه ازاي ممكن نتكلم عنهم او نتعامل معاهم بشكل عادل ونخرج برضو منهم كده ايه بشكل سليم. فخلينا نتكلم على الموضوع ده النهارده من ضيفتنا الموجوده معانا النهارده في الاستوديو، الكاتبه الاستاذه خيريه هنداوي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ازيك يا استاذ خيريه؟ ازي الصحه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. استاذ خيريه، انا بقول الخيار ال 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 الشجار العادل وكاني مثلا بتكلم عن حاجه تانية خالص غير الخناقات، لانه عاده الخناقات كل واحد بيبقى عايز يثبت ان هو اللي صح، فازاي يعني او اشرحي لي كده بشكل مبسط يعني ايه الشجار العادل؟ هو طبعا كلمة شجار ارتبطت دايما بالصوت العالي وبتبادل الاتهامات وقذف التهم كل للآخر، لكن بمعنى لكن هي شجار، هي بتبتدي وفي تنتهي انها شجار. اما الشجار العادل بالتحديد فهو الاختلاف العادل، بمعنى انا بشبهه بكأنك بتخرجي من الطريق العام او الطريق العادي اللي انت ماشيه عليه، لكن بتعودي ليه مره اخرى، بتخرجي لفتره وبتعودي ليه مره اخرى بهدف تفريغ او بهدف انك انت بتعبري عن رغباتك وعن رايك وعن يعني ردود فعلك تجاه الطرف الاخر، كل بهدف واحد، بهدف الوصول الى التقارب الحنون او بهدف الوصول الى المصالحه او بهدف انشاء جو امن او جو اسره امن يقدر الاثنين ان هم يعيشوا فيه ويظللوا على الاسره يعني كلها. الشجار العادل هو بيتلخص في كلمه الاختلاف وليس الشجار؟ لا مش العادل، الشجار في حد ذاته هو اختلاف، هو اختلاف. طب العادل بقى بلاش مسماه اللي هو زاعي، اوكي يعني. العادل بقى اللي هو العادل بمعنى انك انت عندك احساس كامل انك انت بتخرجي من الطريق العام اللي انت عليه، لكن بتعودي ليه مره تانية وفي هذه الفتره بتعبري عن يعني آرائك. الفتره دي بتبقى مساحه يعني في الزمن في العمر ولا قصدك مساحه الوقت وانا بتخانق دلوقتي حاليا الوقت اللي انت وانا بختلف اخد بريك في بالك او في نيتك انك انت بتخرجي وستعودي مره اخرى، لكن انت بتعبري عن رغباتك عن مشاعرك عن اختلافاتك عن ارائك عن تخوفاتك وكله بهدف الوصول الى تقارب حنون والهدف الى وصول الى بر امان. بس مش كل الناس بتعرف تعملها كده او تلعبها كده، يعني مش كل الناس بتعرف لما تخش في الشجار تتمكن ان هي تخرج منه بشجار عادل، ان هي تدخل فيه وتحاول تشرح وجهه نظرها وتسمع بقى، دي حاجه كبيره قوي انها تسمع الاخر ويختلفوا ثم يرجعوا ويعودوا مره اخرى للاستقرار النسبي لحد ما يحصل شجار عادل تاني. هو يقال في الموضوع دوت في نظريات يعني أوروبية ومصرية إن هناك إن 10% من أسباب الخلاف أو أسباب الشجار الزوجي تحديدا حقيقية، أما 90% فهي لا تستند على حقيقة، بتكون مجرد موروثات أنت عشتيها في أسرتك، أسلوب معاملة والدك، اسلوب معامله والدتك، نظرتهم للحياه، توقعاتهم، نظرتهم للماده، نظرتهم للعلاقات الانسانيه، الجيره، الصحبه، كيف يكون طموحهم، كيفيه تحقيق هذا الطموح. يا فندم هو ازاي الواحد يقدر يتخلى عن كل ده ويتعامل مع هيتعامل على اساس ايه بقى لما هو مش هيحط في باله موروثاته ولا تقاليده ولا عاداته ولا اي حاجه ولا حتى نظرته لابوه وامه اللي هم اللي هو اتربى على الطريقه بتاعتهم، يعني كل ده هيتنحى عنه ازاي ويبدا يتعامل من اول وجديد؟ ما هي دلوقتي احنا بنتكلم على ازواج اسوياء راغبين في استمرار الحياه وراغبين في الاستقرار الزوجي وراغبين في العيش في امان النفسي وامان العائلي على طول الخط. طب بصراحه كده من وجهه نظرك انت شايفه انه الازواج انا كان بقى في الوطن العربي، اوكي يعني مالناش دعوه بالعالم الخارجي ده عندهم هم دي حقيقه في اسباب بيعرفوا نفسية يطبقوها بتختلفي مع زوجك من غير ما تعرفيها، يعني مثلا فليكن
والوالد كان شحيح في الفلوس، الوالد كان خاين، الوالد كان مزواج، فأنت في حالة تخوف أبدي وتخوف وقتي من زوجك دوت ان هو يكرر مأساة اللي انت عشتيها مع والدك دون ان تشعري. فاذا دي اسباب خفيه ما تقدريش انت يعني تقولي ان السبب هو ده، لا ده السبب نظرتك الموروث اللي عندك انت في افكارك في معتقداتك تجاه الزواج او وعاده بقى العقل الباطن هو اللي بيبقى الرد الفعل الخفي او اللي مش باين اللي بيخليكي عاده او بيخلي عموما المشاكل بتحصل. دي احد الاسباب. لكن في كمان بيقول طبعا احنا عندنا ان خبراء الاستشارين الزوجيين والاطباء النفس وضعوا قواعد وضعوا اسس لكيف يكون او كيف تخرجين من الشجار الى حد ما بطريقه عادله وبطريقه امنه. اولا ممنوع تماما الانتقادات الشخصيه، ممنوع تماما التجريح، ممنوع الانتقال من موضوع الشجار الى موضوع اخر كان مثلا مر عليه سنه او سنتين او اسبوع. تكوني محدده في هذا الشجار، انت في حاجه ضايقتك في التو في اللحظه انت بتعبري عن تخوفك دوت او بتطلقي وجهه نظرك عشان بهدف الاصلاح والتقويم وبهدف حياه بعد كده. فدي نقاط. تاني حاجه انك انت بتعتبري ان الزوج دوت هو الرفيق اللي هتمري معاه رحله الحياه الزوجيه بامان وسلام، فبالتالي الشجار دوت او العلاقه اللي بينك وبينه مش هتكون كانك في حلبه مصارعه، مين هياخد النقاط اكتر، مين هيكسب، مين هيهزم، هل انا هستشيط غضبنا وهتلفظ بالفاظ تجرحه، هل هذكر نقاط ضعفه اللي انا عارفاه وعارفه وهو عارفها طبعا. دي كلها دي حدود المفروض ان انا لو التزمت بيها هيكون الى حد ما الشجار عادل وهتتحقق وظيفته اللي هي ان احنا نتصارح، ان احنا نخفف من نقاط الخلاف اللي بيننا، ان احنا نتقارب الى حد ما، لكننا لن نتماسك وسيظل الخلاف زي ما قيل اللي هو ملح الحياه الزوجيه اللي هو الزواج السبايسي. فعلا فعلا فكره البهارات والملح والفلفل والشطه بتاعت الشجار دي لازم. لا اولا الحياه من حولنا كلها ضغوط، فما بالك في البيت انت وزوجك ومسؤولياتك الاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه والاسريه، دي ضغوط اكتر، فشيء طبيعي انك انت ليك احتياجاتك، ليك رغباتك، ليك رؤيتك الخاصه اللي عايزه تطبقيها او اللي عايزه تعيشيها او عايزه تمارسيها، فبالتالي الشخص الاخر او الزوج دوت ده من بيئه مختلفه عني، فلا بد من هذا الصراع، لابد من هذا مش الصراع، لابد من هذا الشجار، لابد من هذا من اختلاف وجهات النظر، فبالتالي للوصول الى درجه عادله. لكن مفهوم كلمه الزواج المثالي اللي هو لا يوجد فيه اي شجار ده مفهوم او انا بعتبره اكذوبه، هو ما بيحصلش اساسا، ما ينفعش الا لو كان بيجي على حساب طرف اخر صمت، خضوع تام. بتبقى بيبقى له سلبياته. يعني هو في انواع للشجار يعني هو خيرية. زواج مثالي ده منعدم اكذوبه. اكذوبه دي كلمه بنقولها بس احنا ناس عليه يعني. ناس عليه لكن لن يكون. لانك انت شخص غير الشخص اللي انت ارتبطتي بيه. بالزبط. والعكس صحيح. في انواع للشجار ولا الشجار هو له فريم واحد بس ما بيخرجش عنه يعني؟ يعني ما اقدرش اقول انواع زجاج الا انواع الشجار ده، والشجار بهدف او الشجار بغير هدف. الشجار بهدف اللي هو التصالح والوصول الى بر امان احنا الاثنين مع بعض فيه، وفي شجار احيانا يعني هو تحليله طريف شويه ان يعني من فضلك انا موجوده، من فضلك حبني زياده، من فضلك اهتم بيا، يعني اثبات موجود، هي وسيله ساذجه بس الى حد ما لطيفه يعني. ايوه ان انا لا مش لا انت هتروح هنا لا انا مش هروح هنا، نتكلم كتير نختلف وهكذا. في ناس كتير شايفه من وجهه نظرها انه الشجار في العلاقات الزوجيه ده دليل على الفشل، وفي ناس تانية شايفه انه بالعكس هو دليل على محاوله للتقارب والتفاهم وتفريغ الشحنه والطاقات السلبيه اللي موجوده جوانا علشان نرجع نمشي صح تاني. حضرتك مع اي راي؟ لا انا طبعا اللي هو وسيله للتفاهم وللتقارب الحنون بين افراد الاسره جميعا، ووسيله للوصول الى درجه من المساواه او الى حد ما التقارب بين الزوج والزوجه. يعني ان هي يعني مثلا في شجار
يعني هم برضو في دراسات جميلة برضو حصروا الشجار الزوجي في عدة أنواع، قالوا إن دي شجار بسبب أسباب تافهة، لكن هو بيحصل شجار، وده موجود في كل عيلة سواء كانت أي عيلة كانت. أول حاجة الاختلاف سوري على كرسي الحمام، دي أحد، لأن إنك أنت تتركه بهذا السبيل أو بهذا الشكل فده معناه شخصية ذكورية بتحاول تسيطر وبتفرض سيطرتها ومش بتراعي مشاعر الآخرين. تاني حاجة سلة المهملات، لماذا انت شايفها وانا شايفها، مين فينا اللي هيشيل هذه السله او مين فينا اللي هيتخلص ويبقى من هذه اللي هيبادر يعني بالفعل الاول. ايوه بالفعل، دي ليها دلالات وليها بعد تليها مشاحنات. في كمان بالنسبه لزياره اولياء الامور، هم حصروها في 8 دراسه كانت كويسه في 8 مناسبات. زياره اولياء الامور في المدارس، لا انت لا انا. في كمان زياره الحماه، دي برضو بيبقى ليها دلالتها، لو انت ملتزم الى حد ما، حتى لو تروح كل شهر او كل شهرين فانت ملتزم، او عدم الالتزام فانت كاره اهلي ومن هنا بينتج شجار. في كمان الشجار لمحاوله اثبات الذات، او الشجار نتيجه تضخم في الذات، فبالتالي انا ارفض كل راي ليك وارفض كل كلمه بتقولها، وده نتيجة. وزي ما قلت قبل كده في شجار لاثبات الذات ومحاوله انك انت جذبه ان انا اجذب زوجي ليا وان هو يشعر بيا بصوره اكتر او يحبني بشكل اخر. بالتاكيد كمان في طريقه للجدال والنقاش والاختلاف ما بين الازواج حسب البيئه اللي كانوا طالعين منها، او حسب التربيه، نوع التربيه اللي كانوا متربينها او خارجين منها، ولا ايه؟ لا دي حقيقه طبعا، انك انت ممكن تختلفي مع اختك، انتوا في نشأة واحدة، لكن انت تجاربك مثلا في نطاق عملك، تجاربك مع صديقات مختلفات، تجاربك في الحياة، ممكن قراءاتك بتشكلك برضو طبعاً. نوعية طبعاً. القراءات اللي انت بتقريها، نوعية البرامج اللي انت بتشاهديها، طبيعة عملك دي بتشكل جزء برضو من ثقافتك ومن اسلوب تعاملاتك، نظرتك للحياة، رفضك لبعض الاشياء وقبولك للاشياء الاخرى، دي كلها المفردات. حضرتك حسستيني الانسان عبارة عن يعني شلة، او يعني كم من الخبرات والحاجات اللي بيمر بيها كلها بتكونه، حتى لو مر مرور الكرام كده على تجربه سريعه جدا برضو بتشكل فيه حاجات كتير قوي. دي حقيقة. حتى الناس اللي انت بتتعاملي اسلوبك ونظرتك فعلاً. للصداقه نظرتك لعلاقه الجيره، نظرتك للتعامل مع الناس المتوسط الحال، دي كلها دي بتشكل شخصيتك. فانت لما تلاقي تواجهي زوج مختلف تماما عنك، يعني ممكن يحصل درجة نفور، يعني ازاي انت مثلا بتعامل دوت بلا انسانية، ازاي دوت انت بتلجأ للوصول الى الدرجة العالية ديت بالتزلف او بالنفاق. دي كلها وجهات نظر، ودي وجهات نظر بتؤدي الى خلافات وشجارات. طب هو يا دكتور ليه يا استاذه خيريه انه في بدايه الجواز او مثلا في فتره الخطوبه بيبقى فيه تفاهم عالي جدا، حتى فتره الخطوبه احيانا بتبقى فتره كبيره، يعني مش هنقول قصيره لانه زمان كان بتبقى قصيره، لكن حاليا في الجنريشنز الجديده او الاجيال الجديده بقوا بياخدوا وقتهم، يعني بياخدوا وقتهم في التعارف قبل الجواز، ومع ذلك نسب الطلاق كترت جدا جدا، وبقى في طلاقات كتير قوي بتحصل حاليا، بالرغم من انه الازواج عندهم فرصه للتعارف والتقارب قبل الجواز بشكل كبير وحريه اكبر، ومع ذلك بيحصل شجارات كبيره جدا بعد الزواج بفتره، يمكن تكون فتره قصيره فتره كبيره على حسب يعني، وفي الاخر بتتم بالطلاق. لا هي دي قضيه محسومه طبعا، اللي هي دي الفتره الورديه او الفتره اللي هي المشاعر ما زالت بعد متاججه، وانك انت راغب في الزوجه وهي راغبه فيك، فبالتالي بتهون كل الاخطاء او ما بتظهرش، يعني بيبقى مفيش وقت لمجالها لمناقشتها او كده. ولكن اللي بيحصل ان في ظاهره جديده او في دراسه جديده برضو بتقول ان دلوقتي الزواج بيحصل، الطلاق اقصد، بيحصل بعد سنه او سنتين الاولى من الزواج. قبل كده ممكن يحصل، ليه؟ لان خلاص يعني تتضح الرؤيه، يعني انت معاه 24 ساعه، انت عليكي مسؤوليات وهو عليه مسؤوليات، عليكي واجبات وهو عليه واجبات، الحياه ضغوط الحياه بتنعكس عليكم بصوره او باخرى، سواء كانت ضغوط الحياه ديت اقتصاديه او اجتماعيه او اسريه، فانت لابد انك انت تواجهيها. وممكن ان تكوني غير قادره على مواجهتها، انت مش قادره تستحملي مسؤوليه البيت، فبالتالي الطلاق دلوقتي بيتم بعد السنة الأولى أو السنة الثانية من الزواج بكثرة شديدة،
ربما لظروف العصر المتفتح دوت او لظروف الفتاة المدللة او ظروف اسلوب التربية اللي هو مش بيركز ان الحياة في جزء منها كتير مسؤولية. جدا واضح بالرغم من انه في مساحات اكبر بكتير من اللي كانت موجودة في الاجيال القديمة. الاجيال القديمة كانوش بيعرفوا بعض غير بعد الجواز، ودلوقتي عندهم الفرصة والمساحة، ومع ذلك زمان الاستقرار في الجواز كان أكبر بكتير، وحاليا بقى في فشل يعني كبير فشل برضو. وسريع وفي وقت قصير جدا لأنها إلى حد ما يعني مباهج الحياة متفتحة قصاد عينك، حتى قراءاتك وثقافاتك دي برضو بتديكي إحساس بنفسك زيادة. عملك هل تعتقد أن الاستقلالية بقت ضد أحيانا استقرار الجواز؟ استقلالية استقلالية في التفكير وفي الحياة وفي أخذ القرارات وفي التربية، نوع التربية والأجيال الجديدة اللي تقريبا معظم الأجيال الجديدة بتتمتع بيها. هي الاستقلالية طبعا شيء جميل جدا، لكن جزء منه ان انا اقدر استقل عنك واعيش حياتي وابقى كويسة غير زمان. اعتقد انه زمان بس انت فطرتك كانسانه ضد هذا. طبعا يعني الفطره الانسانيه الحاجه الى الزوج، الحاجه الى الاسره، الحاجه الى رعايه اسره. الرعايه دي في حد ذاتها فيها متعه، حاجتك الى رعايه اسرتك، رعايه طفلك، انجابك طفلك، احساسك بامومتك، دي هي الفطره اللي انت خلقتي عليها. فبالتالي انا مش بعتبرها بتتعارض مع الاستقلاليه، بالعكس الاستقلاليه جزء منها فيها ذكاء. يعني انت خلاص بقيتي مستقله وحاسه بمجرد احساسك انك عندك استقلال، ده معناه انك انت الى حد ما انسانه ذكيه وصلتي الى هذه الدرجه من الاستقلاليه او الاحساس بالاستقلاليه. فتكمله لهذا الذكاء المفروض انك انت دي طبيعه الحياه، دي سنه الحياه، وفيها مش سنه مفروضه عليكي، لا دي فيها متعه شخصيه. الله عليكي، الله حقيقة. حلو الكلام ده قوي. دي حقيقه والله، يبقى كويس، لانه الناس لما بتفكريها بالواجبات اللي عليها احيانا بتبقى من كتر الضغوط بتبقى عايزه تنسى ان هي مخلوقه عشان كذا، وعندها الفطره وموجوده وعندها الصبر وعندها كل ده، ولكن بتبقى محتاجه حد بس ايه يعملها بوك او يفكرها. انا عايزه اطلب منك طلب بس تقولي كلمه اخيره نخلص وقت فقرتنا خلص، لا يعني للشجرات الزوجيه، مش هقول لك لحد بعينه او لحاله او لكيس معينه، لكن الشجرات عموما يعني الزوجيه. يعني انا يعني زي ما بنقول الشجرات هي فعلا ملح الحياه الزوجيه، وبدونها لن تستقيم الحياه. ولكن لا لن تستقيم الحياه مفيش ولكن بقى ولكن المفروض انك انت تتعاملي معاها بعدل وبانصاف دون تجريح ليكي وللاخرين، وفي الخوف الاكبر ان ينعكس هذا على الابناء او على الابناء على الاطفال في الاسره. مظبوط. انا بشكرك جدا استاذه خيريه على وجودك معانا النهارده، الحقيقه شرفت بلقائك، في نهارك سعيد النهارده، اتمنى اشوفك المره القادمه نفتح برضه ملف تاني ونتكلم اكتر ونتحاور كده مع بعض والناس تستفيد. بشكرك جدا. مشاهدينا كان معانا الكاتبه الاستاذه خيريه هنداوي، واتكلمنا عن الشجار العادل، واعتقد ان احنا دلوقتي لما تبعتونا فهمتوا محتوى او كونتنت الموضوع عامل ازاي. انا بشكركم، هنروح لفاصل ونرجع مره تانية نستكمل باقي فقراتنا، ونهاركم سعيد.